السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حلقات إلياس مفتاح. إن شاء الله في هذه الحلقة سنرى برنامج على الحاسوب يمكنك من تحميل جميع برامج جوجل بلاي أو متجر جوجل مباشرة على حاسوبك. إذا اسم البرنامج هو Real APK Launcher ويمكن تحميله بالمجان، ستجدون رابط التحميل أسفل الفيديو. بعد أن نقرأ على تيليشارجي أو داونلود سنقوم بتحميل البرنامج وفتح الضغط عليه، مثلا سأضعه في سطح المكتب ونقوم بفتح الملف والضغط على Real APK Launcher. هنا نقوم بإدخال المعلومات الخاصة بنا، إذا حسابنا على جيميل و ED device. إذا بالنسبة لديفايس ID يمكن الحصول عليه إذا كان لديك هاتف أندرويد بإدخال الكود التالي، أو إذا كان لديك جهاز لوحي تقوم مباشرة بالضغط على ديفايس ID هنا وتحميل هذا البرنامج. إذا عند تحميل البرنامج سأقوم بفتحه على جهاز الأندرويد وسيظهر لك على هذا الشكل. ستجد ديفايس ID والإيميل، تقوم بأخذ الإيد الذي يوجد هنا ووضعه في البرنامج. بعد ذلك هنا سنختار ظهور 30 نتيجة عند البحث. هنا نختار اللغة التي نريد، مثلا سأختار أغاب ماروك. وبالنسبة لهذا الخيار سنقوم باختيار المكان الذي نريد تحميل فيه البرامج أو الألعاب، نفس الخيار، وبالنقر على سيف. وللبحث عن برنامج نذهب هنا ونقوم بإدخال اسم برنامج الذي نريد البحث عنه، مثلا وأنقر على وأضغط على أونتري لبدء البحث. جيد، بعد ذلك نختار اللعبة التي نريد أو البرنامج الذي نريد، وبالنقر على الزر الأيمن للفأران نختار داونلود. بعد ذلك أختار اسم البرنامج وأضغط على سيف. هنا سيقوم البرنامج بتحميل Angry Birds على حاسوبي مباشرة في الملف الذي قمنا باختياره في الإعدادات، وكما تلاحظون 40 ميجا بايت، فسرعة التحميل هي جيدة. جيد، بعد ذلك نذهب إلى الملف الذي اخترناه، وكما تلاحظون هذا هو البرنامج بحجم 41 ميجا بايت، وقمنا بتحميله من متجر جوجل مباشرة على حاسوبنا. إذا هكذا أصدقائي أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا على تتبعكم، أتمنى أن هذا الشرح قد راق لكم. كالعادة لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة، وبالنقر على زر سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب. شكرا وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. كان معكم إلياس مفتاح.